برضو من الأخبار الموسمية مع الأسف الشديد هو الأخبار اللي الناس تبقى رايحة علشان تقضي وقت كويس في أجازة اللي ربنا قدرهم عليه يوم يومين ثلاثة أسبوع، لكن تتحول المسألة لمأساة. وإحنا شوفنا الحكاية دي بتتكرر أكتر من مرة على مدى الأيام القليلة اللي فاتت. أربعة من عيلة واحدة، ثلاثة منهم إخوات، غرقوا في شاطئ الصفا ده جنب النخيل. أنا عايز أقول لحضراتكم إنه النخيل، والنخيل ده أنا أعرفه من أيام ما أنا كنت أنا بروح العجم، يعني ده كان في مشكلة دايما، مشكلة معروفة في مسألة البحر المفتوح في العجم. نعرف التفاصيل أكتر، هنعرف إيه اللي بيحصل، إيه اللي ممكن يتم علشان نقلل أعداد ضحايا حوادث الغرق اللي بتحصل بهذا التكرار، هنعرفها لأنه معنا على التليفون اللي هو جمال رشاد. برحب بحضرتك معانا يا فندم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في المحافظة. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك فندم. إيه اللي حصل النهاردة؟ خلينا نبدأ باللي حصل النهاردة بالظبط. بداية خالص تعازي سيادة المحافظ، محافظ اسكندرية وشعب اسكندرية لأسر الضحايا. اللي حصل النهاردة هو استمرار لسوء التصرف اللي ممكن يفقد الإنسان حياته. كلنا عارفين ان الشواطئ مغلقه مقفوله والخدمات اللي عليها معلقه من خدمات الانقاذ. اللي حصل ان اسره جايه من خارج اسكندريه قررت انها تنزل شاطئ الصفا المغلق واللي عليه لافتات بتوضح ان الشاطئ مغلق، وفكرت ان لما تنزل الشاطئ تنزل في وقت مبكر جدا قبل ما الحملات اللي بتخلي الشواطئ تمر، وفكرت انها تنزل رغم ان البحر عالي بقاله يومين. نزلت الأسرة وما كانش حواليها البحر عالي في المنطقة دي على طول في الحقيقة. البحر عالي فعلا في البحر الجزء المفتوح منه لأن ما فيش حواجز أمواج. نزلت الأسرة وغرق للأسف ثلاثة، غرق أربعة، ثلاثة إخوات، غادة 19 سنة وأخ أصغر 15 شباب سنة يعني وأخ أكبر 30 سنة، ثلاثة إخوات وابن خالة. تم انتشال اثنين جثمان ومتبقي اثنين جثمان اخرين. متبقي يعني بيتم دلوقتي البحث عنهم؟ بالضبط، هو طبعا البحث بيتم لحد غروب الشمس. النهارده الموج كان عالي، فبكره ان شاء الله تستمر البحث والانقاذ بمعرفه الانقاذ النهري والبحري وفرع المتطوعين والاتحاد المصري للغوص. لكن الوضع هنا بيختلف عن وضع النخيل، لان احنا متوقعين ان شاء الله ان الجثمان يتم وصوله للشاطئ، لكن وضع النخيل او النخيل او الحواجز هي اللي اخرت العثور على الجثمان الشاب الاخير. سياده اللواء، احنا دلوقتي واضح انه عندنا النخيل وعندنا الصفا، دول منطقتين في العجمي فيهم مشكله، ما بتواجهش بتواجه المشكله دي في شواطئ تانية في اسكندريه؟ معظم المشاكل عندنا هي في غرب اسكندرية في منطقة العجم زي ما حضرتك بتقول، وده نتيجة إن شواطئها مفتوحة بدون أسوار بدون بوابات، البيوت موجودة مباشرة على الرملة بحيث العمارة يفتح على الرملة. طيب، على طول مباشرة. إيه اللي نقدر نعمله الشاطئ؟ إيه اللي نقدر نعمله علشان نقلل الظاهرة دي؟ يعني هي مكان خطر، حتى الشاطئ نفسه هو مكان خطر حتى لو كان مفتوح. يعني حضرتك هتواجه المشكله دي حتى مع لما ان شاء الله يعني ربنا يزيح عنا غمه الكورونا. بتحصل الحكايه دي سنويا برضو بشكل او باخر، لما بيبقى في رقابه بتقل، لكن الشاطئ دي ايه الحل بالنسبه لها؟ هو لو خدنا مثلا شاطئ النخيل، احنا عارفين كويس طبعا في جلسه مجلس النواب كانت يوم الثلاثاء اللي فات، وفي جلسه اخرى تعقد الثلاثاء اللي جاي. موجود في الجلسه دي هيئه المصريه العامه لحمايه الشواطئ مع شيخ اولي العرب الحواجز، في عيب معين عيب فني في حواجز الامواج اللي موجوده في النخيل، السبع حواجز، ودي لها تاثير كبير في زياده اعداد الطاقه، وده شيء احنا حاليا بيتم دراسته بشكل مكثف وبشكل فني. لكن بقيه الشواطئ اللي هي مفتوحه اللي ما فيهاش حواجز اللي فيها امواج عاليه، لما بيكون الصيف شغال الشواطئ شغاله، كل مستأجر شاطئ أو كل شاطئ عليه فرع الإنقاذ بتاعته، سواء منقذين أو المسعفين. طيب، أو الجيت سكي عشان ينقذ أي حالة غرق. لكن لما بيكون الشواطئ مغلقة هنا المشكلة، إن طب كل هو يا فندم الإنقاذ معلق. هو يا فندم معلش أنا معرفش، هو إحنا محتاجين نروح مجلس النواب علشان نعدل شكل يعني حوائط الأمواج ولا مصدات الأمواج؟
للأسف هو كان شاطئ نخيل من الشواطئ المخصصة لجمعية 6 أكتوبر للبناء والإسكان من أكثر من 27 سنة، بالضبط من 93. طيب. الشاطئ في حيازتهم كان المفروض يتعمل صيانة دورية لحاجز الأمواج، لكن ليه ما تعملش؟ هو ده الموضوع اللي بيناقش حاليا. يعني خلينا نتكلم. بس محتاج انك تروح مجلس النواب عشان الحكاية دي، ولا تتعامل مع المحافظة، ولا تتعامل مع الجمعية اللي بتنتفع بالشاطئ؟ يعني ليه ايه دخل مجلس النواب بحواجز الامواج؟ الجمعيه اللي هي مخصص ليها هذه المساحه الشاطئيه او هذا الشاطئ بيشرف على الجمعيه هيئه التعاونيات التابعه لوزاره الاسكان. دي حاجه في القانون يعني انه الحكايه دي لازم تروح عن طريق ايوه يا فندم، دي تبعيات بالظبط كده. احنا بنخصص الشاطئ لجمعيه، الجمعيه بتشرف على كل شيء خاص بالشاطئ من اول. سواء كان متصور انه المحافظه هي اللي بتتدخل وتتعامل مع الجمعيه وتقول لهم لا يتقفل الشاطئ لغايه لما تتعمل حواجز الامواج، صح مثلا؟ بعد الحوادث اللي تمت الفتره الاخيره كانت قرارات من النيابه العامه وقرار من السيد المحافظ باغلاق الشاطئ لحين قيام جمعيه 6 اكتوبر بصيانه واصلاح حواجز الامواج. مالوش شروط يتقفل لغايه لما يتصلح، بغض النظر بقى مين اللي هيقوم بالعمليه دي يعني. حاليا حتى اتوقع حتى لو تم رفع الحظر والشواطئ تم فتحها سيظل هذا الشاطئ مغلقا لحين الانتهاء. شاطئ النخيل انا بتكلم على شاطئ النخيل تحديدا لحد الانتهاء. اما بقيه الشواطئ فبمجرد عوده الشواطئ للعمل فكل شاطئ بيكون عليه فرع الانقاذ الخاصه بيه، فالاعداد الغرقى ما بتبقاش بهذه الزياده يعني. لواء جمال رشاد رئيس الاداره المركزيه للسياحه والشواطئ، شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا.